السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كراشر هيدز. رجعنا لكم تفجير باكيجات بمليون. لا الحمد توفق، طلعني طبعا عندك اللاعب هذا، اعتقد هو من تشكيلة الموسم الدوري الامريكي. طلعني 2 لاعبين زرق و2 سود والبقية ذهبيين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، النتيجة مرة كويسة. طبعا معودين لكم كل ما افتح باكيجات يكون لايف كومنتري، لكن هالمره مو بلايف كومنتري. ليش؟ لاني صراحه بتكلم عن نتيجه الجيفوي. نزلت مقطع الجيفوي الاسبوع الماضي، قلت لكم النتيجه بنزلها يوم الخميس، يعني امس، بس صراحه كنت مشغول ما قدرت، لاني صراحه جيت من دبي الساعه 12، وتعرف يوم بتقطع المقطع وتسوي كومنتري وترفع للقناه يعني كله ياخذ منك وقت، فما مداني صراحه اسوي امس. فقلت يلا اشتغلت في العصر اليوم والحمد لله الامور طيبه. طبعا الجيفوي كان عبارة عن 5 بطايق لميسي أخضر 97، وبطاقتين ميروسلاف كلوزا أزرق 90، وبطاقتين نيمار أخضر 90. طبعا الفايزين كانوا عن طريق موقع، بحط لكم اياه في الديسكريبشن، بحط رابط الجيفوي، هو ينقي لك الأشخاص، طبعا مو باختياري، باختيار الموقع. من بعدها انا اشيك على الاشخاص اذا مكملين الشروط، لايك سبسكرايب وكومنت وفيفرت، اذا مكملينه احطه في من الفايزين، اذا ما مكمل يعني مثلا حاط مثلا كومنت ومسوي يعني كومنت ومحطي لايك، يعني صراحه انا ما اقدر اختاره واسحب على الشباب الثانيين. وطبعا هالمره من الاشياء اللي تضحك في القبوي ان خويي وتميم فاز في ميرسلاف كلوزا ازرق 90. استاذنت اني اطلعه برا على الشباب الفايزين بما انه عنده كوينز ما شاء الله وعنده لعيبه وكل شيء، فقال ما عليه ماشي مشكله، طلعني ودخل واحد ثاني. هذا ليش؟ عشان يعني يفتح مجال الشباب الثانيين. في نفس الشيء هو تقبل هالشيء، ومن الشباب يعني اللي كان متعاون معي في القناه بشكل عام، والله الحمد على كل حال. طبعا اسامي الفايزين بيكون في الديسكريبشن تحت، وبيكون في نهايه المقطع. طبعا اللي فاز بميسي اخضر ليفل 97 يحيى احمد، واللي فاز بميروسلاف كلوزا النسخة الأولى عندك ام عتيبي، والنسخة الثانية ميروسلاف كلوزا فاز النميصر شيء كذا اسمه في الديسكريبشن وفي في نهاية المقطع. واللي فاز على نيمار أخضر ليفل 90 بطاقة كأس العالم عندك حمودي الحامد، ونفس الشيء اللي فاز النسخة الثانية من نيمار أخضر عندك اسمه سنايبر ميرو. فمبروك للفايزين. هذا لك الشباب الثانيين. طبعا القناه ما بتوقف على هالجيفوي، لا بيكون قدام جيفويات ثانيه ان شاء الله، بيكون في بنك سليب، بيكون اشياء ثانيه، ويعني ان شاء الله الامور تمشي. طبعا الشباب الفايزين على الجيفوي يحطون هدياتهم تحت الديسكريبشن مع اي كونسل بيس 3 ولا كونسل بيس 4. اذا كان في بيس 4 اليوم بعطيه البطاقه، اذا كان في كونسل بيس 3 شو بسوي؟ بعرض اللاعب للبيع، والسعر اللي يجيب لي اللاعب مثلا يابلي اللاعب مثلا 1.5 مليون، هالمليون ونص اشله احوله للشخص، اخليه يعرض لي بطاقه اللي على البلايستيشن 3، يعرض لي بطاقه واشتري من البطاقه ويوصل له المبلغ. اما اذا كان على البلايستيشن 4 اعطيه البطاقه اليوم الليله ان شاء الله. وش بقول بعد؟ ايه صح، بالنسبه للبنك سليب اللي كان على ريوس وليوا، ان شاء الله بنزله يوم الثلاثاء. انا وعدتكم يا يوم الاثنين، بس بنزل يوم الثلاثاء لاني بعد بكره بنزل المقطع لكود. وبالنسبه للتحديات كراشر مع لعيبه كول اوف ديوتي المفروض انزلها الاسبوع، لكن بنزلها الاسبوع الجاي، تعرفون ضغط المقاطع، ما بنزل يعني مثلا اليوم مقطع وبكره مقطع بعد بكره مقطع، يعني لا يعني بين كل مقطع يوم اقل شيء او يومين، بس عشان نخلي القناه شوي في نشاط. شوف هنري يا الله، والله يوم نزل يعني استغرب، ما توقعت اساسا هنري يطلع لي. سلامات. ايش بقول بعد؟ يا اخي كان في شيء ثاني بقوله بس مره نسيت لاخر شيء. يلا خلكم معانا المقطع الجاي ان شاء الله، بننزل لكم مقطع لكود، واللي بعده نتيجه البنك سليب على ريوس وليوا، ونفس الشيء بيكون فيه بنك سليب ثاني. هل كان معي اليوم؟ كان معكم كراشر هيدز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.